مرحبا البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم كيما شفتو حنا باقيين دابا، هذا هو النهار الاخر ديالنا ان شاء الله في موريال. المهم البنات اللي كانوا متبعين معايا القصه من الاول عارفين ان انا كنا جينا واحد 3 ايام هنا لموريال من واحد ديالها باش ان شاء الله نقلبوا على دار، الحكم اننا غادي نتحولوا من لونطاريو ان شاء الله غادي نجيو لكيبيك، وهجمات علينا واحد العاصفه ثلجيه. المهم راه كملت من هنايا لكيبيك، مشات لطورونطو ولا واحد ديالها، بقات بحال نقولوا بقات غاده متسلسله ما بين البروفانس. صراحه بلوكاتنا بزاف، يعني بحال مثلا البارح ما لحقنا ندير والو، بقينا غالبا بقينا غير خرجنا كلينا وجينا، لانها كانت كثيره 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 العاصفه، والواحد ملي كيكون معك وليدات وهذا ما كتبغيش تريسكي، يعني الواحد كيحاول يتفادى الريسك ديال الطريق علاش ما قدر. فمهم الحاجه الوحيده اللي بقينا كملناها من بعد ما كنا شفنا الديوره وشاركت معكم داك الفيديو هو اننا مشينا لموريال، شفنا شي بارتمان صافي، وحده اللي عجبتنا صراحه زوينه من ناحيه الموقع ونقيه مفرشه، ايكيبي يعني ما غادي نحتاجو نجيبو معنا حتى حاجه معنا. جات سينينا صافي، سينينا مع مولاها كونطرا ودرنا معاه بالضبط شهرين، يعني ديسمبر وجانفي. بالنسبه للديور اللي كنا شفنا حتى وحده ما اقتنعنا بها، مثلا قلنا هذه هي اللي عجبتنا هذه هي اللي بغينا، والو ما كاينش وحده مثلا اللي شدتنا، خصوصا المشكل اللي وقعنا فيه هو الوقت او لا سيزون اللي احنا فيها واللي هي ديال البرد والثلج، راه قليل الناس اللي كيبيعوا الديور، يعني حتى الديور اللي كاينين في المارشي على رؤوس الاصابع، ما كاينش لو شوا، ما كاينش فاش تختاري، ماشي بحال مثلا الربيع والصيف كيكون ديورة ها موجودين، خصوصا كيكون هذيك الساعه قربت تسالي المدرسه، الجو كيولي زوين سخون، يعني الناس بزاف كيكونوا هذيك الساعه احسن وقيته كيتحولوا فيها. حنا هادشي كلشي ما معاوناش، يعني كما كنت شرحت لكم شحال هادي اخيب وقت لا تبيعي ولا تشري فيها هي هادي. المهم البنات حنا كما شفتوا غادي ندوزو دابا ان شاء الله فطرنا، غادي ندوزو نجمع حوايجنا نجمع باجاجنا وداك الشيء. المهم كلشي باقي مرون، ما تعرفوا فاش كتكونوا مسافره مع الوليدات البيوتا كيتشقلبوا. غادي ندوز دابا نجمع ان شاء الله حويجاتنا وداك الشيء باش نشدوا الطريق. قبل ما نشدوا الطريق غادي تشوفوا شنو خاصني نمشي ندير، واحد الحاجه ضروري ما يمكنش هي زقله. جاتنا دغيا دغيا، درنا تشيك اوت، ودابا قبل ما نشدو الطريق ضروري ومؤكد ندوز ناخذ النعناع، ما يمكنش لي جيت لموريال ولا واحد ديالها وما ناخذش النعناع، خصوصا بقات في هذيك الحرقه ديال اخر مره فاش كانت صيفطاتو لي هذيك الاخت اللي خطيها اللي كانت صيفطات لي النعناع، وليكم وصل كله خاسر. ولكن اليوم ضروري خاصني ندي معايا الباروك النعناع. جيت المهم جيت هنا لاقرب محل واللي هو ادونيس ديال البروسات، وها هو النعناع، هذا هو النعناع اللي خارج عليا. مشي يبني. المهم ادونيس كيكون عندهم حتى هما زوين، المهم كل مره فاش كنجي موريال المهم ضروري ما كيخصني نديرو، ما بانش لي عندهم شيبه.
المهم ناخذ حاجه، اللهم العمش ولا العمى كما نقولوا، اللهم نعنع ولا والو. قضيت الغراض دغيا دغيا، المهم جبت النعناعات، عرفتي المورال طلع ما توحشت اتاي بالنعناع، عرفتي راه مده طويله ما شربتوش بالنعناع، بزاف 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 ما شربتوش بالنعناع. اول ما نوصل صايب على شي براد تاتاي، نيت باقا ليا الحليوه صافي، نيت الواحد يرتاح ويجلس شويه يرتاح مع راسو، واخا كدوري دوري دوري ما كاين ما احسن من دارك، يعني واخا لي زوطير واخا كلشي دارك هي اللي فيها راحتك. وجبت المرتديلا ديال اللحم وديال الدجاج، حتى هي كنلقى صعوبه باش نلقاها، بعض المرات كتشايكه في ساندويتشات ولا تصايبي بها شي اومليت ولا شي حاجه. ودابا راجلي، المهم حنايا واقفين دابا في ستاسيون، راجلي هبط يدير لاسونس، ندوزو نشوفو هكا واش نتغداو هنا ولا نشوفو حتى للطريق ونوقفو نتغداو. والله وصلنا بخير وعلى خير، شوفوا البنات الطريق كيفاش دايره، البياض ناصع، واخا نقا الشوارع وداكشي ولكن باقا الطريق مجلخه، مع كانت شويه العاصفه كانت كثيره كثيره، نيت كانت زعما طاح تبارك الله الثلج كثير. وهنايا يبان لكم في الجناب فاش كنقيو الثلج، شوفوا شوفوا الجبال تاع الثلج، شوفوا دابا هذه غير سطور من الاولى، وشوفوا شحال تاع الثلج الجبل الثلج، يعني تخيلوا معايا ستورم على ستورم على ستورم، ما يجي فين يكمل الثلج صافي الواحد الدنيا كتغرق هنايا. في الاخر بقينا وقفنا نيت في بروسر نتغداو ولا نصدقوا في الطريق، بعض المرات كنوحلوا وما كنلقاوش ما ناكلوا في الطريق، غالبا كتبقاي تلقاي غير بيتزا بيبروني ساندويتشات تاع اللحم والدجاج، فكتلقاي صعوبه باش تلقاي شي حاجه ما تاكليها. فبقينا جينا، المهم حنا كتلف بينا كنجيو عند داك داك المطعم امير حيت هو اللي موجود موجود في المدرسه، هو اللي كتلقاي. المهم جينا هنايا هانتوما، هذا هو نيت لي تقريبا هاد اليامات هادي دوزنا غير عنده، كناخذ عنده بعدا داكشي الشاورما اللحم الدجاج، بعدا كتاكلي على راحتك وكتلقاي، المهم ما عندوش لي شوا بزاف، مي المهم حسن من والو كما نقولوا. واخيرا وصلنا للدار، عرفتي خمسه السوايع مجبده ولا اكثر يمكن، المهم الحمد لله اهم حاجه هو ما تكرفصناش في الطريق، يعني كان طريق ميسره حتى الطريق كانت منقيه يعني من الثلج، غير هو الجهه المعاكسه ديال لوطروط الله يحفظ في نص الطريق لقينا واحد الكسيده خايبه ما بين رموك وطوموبيله، عرفتي الطوموبيله واكله الدق، عرفتي الطريق كانت محبوسه محبوسه زعما الله يحسن العوان الناس اللي كانوا من جهه اخرى. المهم هانتوما الحمد لله وصلنا لباب الدار، وشوفوا كيفاش لقينا الدنيا كلها عامره بالثلج، لان كما قلت لكم هذيك العاصفه الثلجيه بقات غاده كتنقل ما بين لي بروفيس، فوقفنا الطوموبيل غير هنا على الخارج، خليت الدراري باباهم مشي يدخلهم. انتوا عرفتي الثلج قاصح مع درجه الحراره نازله، الثلج قصاح كيكون صعيب ملي كيقصح الثلج باش تنقيه. المهم دابا غادي ندخلوا ان شاء الله للدار، ندخل الدراري وراجلي مسكين من بعد الطريق بقى تابعه خدمه اخرى زعما غادي ما يجي فين فين ينعس يطيح كاوب، عرفتي الثلج قاصح خاصو يخرج عاوتاني نقي هاد الثلج كله اللي على برا، هادشي كلشي هادشي هادشي اللي خايف في الثلج كيكون فيه التكرفيس بزاف، يعني فين ما طيح شي طومبيت خاصك تخرجي تنقيها. السوق صعيب، هانتوما شوفوا كيفاش لقينا الدنيا، الثلج عرفتي كي مع النهار قصير كيبان لك السبات، كلشي ساكت كلشي ساقل. ايوا نمشي نجيب ساكي بعدا. دخلت لافاريز وداكشي، شوفوا شنو لقيت على برا، وصلتني واحد الكوليه من موقع شين، تخيلوا هذه البنات وصلتني البارح، لانه فاش كتوصلني انا شي كارطونه من عندهم كيصيفطوا لي ايميل كيصيفطوا لي ميساج بورتاب، وتخيلوا من البارح وهي مقنتينها في داك القنت لداخل، بعد الحمد لله ما وصلها لا ثلج لا والو، كانوا مقنتينها وبقات بايته، تخيلوا من البارح وهي بايته على برا ما قاست حتى واحد. هذا حاجه هنايا هي داك الامان، يعني واخا بعض المرات كتخلي اللعاب على برا، تخلي مثلا الطبله والكراسي داكشي راه كيبقاو على طول العام برا، ما كاينش اللي كيادي لك حاجتك. مهم متشوقه نحلها ولكن ماشي وقتها، غادي نخلي بعدا نمشي نطلع الدراري، نطلع انا بعدا نطلع نبدل لهم داكشي باش يلاه ندرسي الح
الحويجات وداكشي. المهم باقا تابع لي الخدمه، وراجلي راجلي خدام على برا مسكين، عرفتي مقاتل مع داك التاج مع جمل قاصح باش يحيدو، وانا غادي ندوز دابا نتكلف بالدار. طلعت دغيا بدلت الدراري وهبطت هنايا باش نصيب لهم هكا شي حاجه ياكلوا. اصلا كان قبيله بزاف ما كملوش غداهم، فبقيت جبتو ليهم مع تبارك الله كلينا بزاف. فصافي بقى داكشي اللي شاطره جبتو، قلت غادي نسخنوه هنا، غادي نجبد غير شويه تاع الديسير هكا نقطعو ونحطوهم يوغورت وداكشي ياكلو. وكنت بغيت زعما نصايب هكا الا ما بغاوش هداكشي اللي بقى من الغدا، قلت نصايب ليهم ساندويتشات بالفرماج. وهادو هادو البنات كما تعرفوا هادشي تاع الدانت فيمي وداكشي تاع الدجاج مدخن، هذا ما كنلقاش حتى وحدايا. فقبيله منين دخلت خديت النعناع، خديت هادو حتى هما لقيتهم من ادونيس حلال. فاللي تصدمت هو انه فاش جيت من الزهر انا كنقلب لاضات، قبيله كنت غير مزروبه بهزيت دغيا دغيا وخرجت ما رديتش البال لي ضات. منين جيت هنايا بغيت نقطع الباكيه باش نحلها تصدمت انه اكسبيري ب 13 يوم. تخيلوا معايا، شوفوا انا نوريكم باش تشوفوا داك الحجه والدليل باش البنات توليو تردوا بالكم. راه ماشي حيت محل معروف وشركه معروفه راه تقولوا الامان وداكشي، ولكن ما عرفتش كيفاش كيستهزئوا او يستهنوا بصحه المواطن. ها نتوما غنوريكم بالضبط باش تشوفوا الروسيو كلشي. ها نتوما هذا ادونيس ديال بروسار، ها هو العنوان ديالو، وشوفوا التاريخ. المهم يبان لكم 11/12 لان في كندا هنا كيقلبوا كيسبقوا الشهر عد اليوم. المهم يعني معنيتها انه 12/11/2019 مع 2:48 دقيقه، هذا هو الوقت اللي مشيت خديت منه. شوفوا شنو خديت، خديت هاد الدجاج هذا اللي وريتكم اكسبيري ب 6.79 $. يعني ماشي هو ناقصين فيه الثمن او رخيص ولا هذا وبيعينو اكسبيري، لا بيعينو بثمن غالي $6.79 الوحده، والوعره انه اكسبيري. يعني هذه راه مشكله. شوفوا فوقاش من اكسبيري يبان لكم هنايا 30 اكتوبر 2019، وحنايا 12/11 اكتوبر في 31 يوم، يعني 13 يوم باش من اكسبيري. فردوا بالكم، وانا اصلا ما غاديش ندوزها اليوم، يعني غادي نحاول نعيط ليهم، نعيط للكاستمر سيرفيس ديالهم ونهضر معاهم. يعني دابا كون جيت هكا قطعت وكلينا هادشي باش تعشينا راه مصيبه، يعني تاكلي خصوصا فهادشي تاع اللحم والدجاج الواحد راه ما خصوش يلعب يعني بالصحه تاع بنادم. فغادي نشوف هادشي كيفاش ندير ليه، نهضر معاهم غدا ونصور لهم الروسي وكلشي باش يشوفوا الدليل. وهاد النعناع غادي نحاول حتى هو نشوف حتى دار لي يلعب لي على مورال. المهم غادي نحاول حتى بعدو نقي، غادي ندوز ندخن غير هادشي ونقطع شويه تاع الديسير باش نتعشى. اخيرا طلعت لبست بيجامتي، حطيت الدراري، وخا باقي خاصني ندوز ندور شويه بوجهي، عرفتي وجهي حالت وكنحس بيه، عرفتي كنقيس وكنحس بيه حرش مع ديك الجلده الميته. تقريبا هذه 3 ايام من نهار سافرت مع مديت معايا لا غوماج لا ماسك لا حتى حاجه، كنت كندير غير المرطب على ود البرد، فخاصني عاد نطلع ندور به شويه وداكشي. دابا غادي ندوز صاحبتي الدراري، حطيتهم ينعسوا باقي كنسمعهم كيتنقزوا عفاريت مع نعسوا واحد الساعه في الطريق. الدراري ميمكنش لك تحبسيهم في الطريق كتدخلي كيتورك على بوطوني كتلقايهم جمدو. صافي المهم انا غادي نهبط دابا نصيب هكا كويس اتاي، ندشن شويه النعناع، قلت نتفرج فواحد الحلقه تاع واحد المسلسل مغربي نتبعه راه حطوه في يوتيوب. وصافي عاد نطلع ان شاء الله نعسو باش عاوتاني غدا الصباح 7 الصباح عاوتاني باقا تابعانه داك الروتين تاع 7 نوض تجري تجري مع الدراري وجد لهم ماكلتهم فطورهم توشي توصل لهم الترونسبور. المهم عرفتي انا غدا كنطفي في الضوا بعد نعيد عرش. صافي المهم البنات كان هذا هو نهارنا، الحمد لله غير ملي وصلنا بخير وعلى خير، هذيك هي اهم حاجه. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات روتينات شي وجديده كبيره لكم. يلا باي باي.